السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادة المواطن. في هذه الساعة نسلط الأضواء على مستجدات تشكيل الحكومة العراقية. كان يأمل الجميع من أن تكون حكومة أغلبية وأن يكون هناك معارضة، ولكن لم تكن حكومة أغلبية ولن تكون هناك معارضة، بل هي اشتراك الجميع، وسمي أو اختير لها اسم لطيف وهو الفضاء الوطني أو فضاء جميع السياسيين. لمناقشة عمليات تشكيل الحكومة رحبوا معي بضيفي من بغداد الدكتور أحمد المساري، القيادي في تحالف القرار العراقي. دكتور المساري، مرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، حياك الله. يعني كان لك تصريح ربما هو لا يختلف عن تصريحات الكثير من الساسة، ذكرت فيه أنك طالبت بإبعاد الفاسدين والمرتبطين بملفات الفساد عن الكابينة الحكومية المقبلة. كيف نستطيع أن نبعدهم وهم يمتلكون كتل سياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي خالد، وتحية لمشاهدي قناة التغيير الفضائية. حقيقة مهمة تشكيل الحكومة القادمة هي ليست بالمهمة السهلة، وهي مهمة حساسة وخطيرة جدا، لأنني أعتقد بأن هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق. نجاحها معناها نجاح لمسيرة العملية السياسية وتصحيحها للأمام، وفشلها لا سامح الله معناها فشل للعملية السياسية والقادم غير معروف حقيقة. لذلك يجب أن يتعاون الجميع في إنجاح هذه الحكومة وإنجاح مهمة الدكتور عادل عبد المهدي في تشكيل هذه الكابينة الوزارية. وكما قلت سابقا وأكررها اليوم، بأن يجب أن تكون لافتة المرحلة القادمة هي الحرب على الفساد، لأننا انتهينا من مرحلة مهمة وخطيرة أيضا، وكانت لافتتها الحرب على الإرهاب. بما أننا أنهينا مهمتنا في الحرب على الإرهاب في العراق، لابد أن ندخل في معركة جديدة وهي الحرب على الفساد، والفساد لا يقل خطرا بل قد يكون أشد خطرا من الإرهاب، لأنه هو الداعم وهو الذي يسهل للإرهاب أن ينفذ إلى داخل البلد. لذلك يجب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة حرب حقيقية على الفساد، وإذا أردنا أن ننتصر في هذه الحرب في المرحلة القادمة لابد لنا بأدوات نظيفة وبكابينة وزارية تتكون من شخصيات نظيفة قادرة على أن تحارب الفساد في كل مؤسسات الدولة، ابتداء من الوزارات التي ستمثل في الحكومة القادمة. ولكن دكتور أحمد، يعني هذه هؤلاء الوزراء هم سيأتون من رحم العملية السياسية الموجودة حاليا، من رحم الكتل السياسية. هل يعقل أنه يعني يتسنمون مناصب ثم بعد ذلك يحاربون كتلهم؟ لأنه بالتأكيد هي أغلب الكتل هي مشتركة في عملية الفساد. ولكن يا أخي خالد، ليس كل الكتل السياسية وليست كل القوى السياسية هي متورطة بالفساد. حتى نكون منصفين، هنالك كتل سياسية وقوى سياسية تريد أن تحارب الفساد بصدق، وتريد أن تصلح الوضع في البلد. هذه القوى السياسية إذا ما تعاونت ودعمت السيد رئيس الوزراء المكلف ستنجح في محاربة الفساد، وستنجح في تشكيل حكومة نظيفة وحكومة بعيدة عن الفساد الذي نتكلم عنه، وستنجح في تقديم الخدمات وفي إصلاح الوضع الاقتصادي والوضع الأمني للمرحلة القادمة. واليوم الكثير من القوى السياسية قد أعلنت دعمها لرئيس الوزراء المكلف، وأعطت حيز كبير من الحرية في اختيار الشخصيات. هي اليوم لا تريد أن تفرض عليه شخصيات بعينها، هي ستقدم أو تقترح له شخصيات وعليه أن يختار. وهنا يعني هي راح تقدم دكتور أحمد، دكتور عادل عبد المهدي، يعني السيد نعم. عادل عبد المهدي لما انفتح هذا الموقع الإلكتروني واللي يريد يقدم وآلاف من المواطنين ومن الكفاءات قدموا، ثم بعد ذلك نسأل الكتل السياسية كيف سيتم الاختيار، يقول لك لا اترك هذا الموضوع،
هو كل وزارة راح نقدم له 5 أشخاص يختار من هؤلاء الـ5. طيب ليش فاتح لعد موقع إلكتروني؟ يعني هذا اجتهاد السيد رئيس الوزراء وأنا ما أعرف يعني بهذه الطريقة، لكن لا ضير في أن يتم اختيار بعض الوزراء بهذه الطريقة، لكن يجب أن تشترك القوى السياسية. لأنه أخي بودي أن أقول شيء، أن الوزارة اليوم هي ليست وظيفة عامة يعلن عليها ويتم التعيين من خلال الموقع الإلكتروني. خلينا نكون واقعيين، الوزارة موقع سياسي، إضافة إلى أنه يكون يجب أن يكون مهني ويجب أن يكون كفو، لكن بنفس الوقت هي موقع سياسي، ومجلس الوزراء هو مطبخ لإنضاج السياسات العامة للبلد، بل تصاغ السياسات العامة بالبلد من خلال التصويت عليه في مجلس الوزراء. إذا لابد أن تكون للشخصية التي تقدم لأي موقع من هذه المواقع أن تكون له رؤية سياسية، فلذلك من حق القوى السياسية أن تقدم شخصيات، لكن على شرط أن تكون هذه الشخصيات كفوءة ونزيهة وغير متورطة بالفساد، أي ليس عليها ملفات فساد. اليوم الكثير من القوى السياسية، احنا عندنا تاريخ من 2003 إلى اليوم 15 سنة، وانعرفت من هي القوى السياسية ومن هي الشخصيات اللي تورطت بالفساد. هذه يجب أن لا تعطى دور للمرحلة القادمة. وحسب ما قال، يعني حسب ما قالت المرجعية عندما نصحت، قالت المجرب لا يجرب، إذا شخص جربناه وفشل في التجربة أنا اليوم ليش أجي أجربه مرة ثانية؟ لكن القوى السياسية فيها من الشخصيات التي قادرة على أن تغير الوضع وقادرة على أن تصلح. وأنا باعتقادي أنه مهمة القوى السياسية اليوم وهي مسؤولة عن إنجاح الحكومة القادمة أن تقدم بخيارات واسعة للسيد رئيس الوزراء المكلف شخصيات. مثلا اليوم كل قوة سياسية لها أن تقدم 5 شخصيات 4 شخصيات، لكن بشرط أن تكون هذه الشخصيات من الذين عرفوا بنزاهتهم بكفاءتهم بمهنيتهم، لأنه إحنا نريد نشكل حكومة خدمات تعالج الوضع المزري اللي يعيشه البلد اليوم. العراق وصل إلى حالة من لا يمكن أن يتحمل مواطن العراقي المزيد مما من الظروف التي يعيش بها. إذا لابد من حلول حقيقية، أنت تلتقي والحلول الحقيقية لابد أن تأتي من السلطة التنفيذية. يعني أنت تلتقي ببعض السياسيين وبالنتيجة يدور حوار. يعني النائب عن صلاح الدين أحمد الجبوري قال أن 90% من السياسيين الذين التقيتهم يريدون مناصب لهم ولأقربائهم أو للمقربين منهم. أنت ماذا وجدت؟ هل وجدت فعلا يريدون السيد عادل عبد المهدي يعمل فلترة للمرشحين في الموقع الإلكتروني ويختار ما بكرة محتاج تصويت داخل البرلمان، منه اللي راح يصوت عليه؟ يصوت عليه الكتلة السياسية ولا يصوت عليه الموقع الإلكتروني؟ لا أكيد اللي صوت هي الكتل السياسية والقوى السياسية بالبرلمان، ولكن اليوم حتى اللي يجد في نفسه أنه طموح أنه يكون في هذا الموقع في الكابينة الوزارية هو سيرشح نفسه، ولكن ليس إلزاما على رئيس الوزراء أن يختاره هو بالذات، ولا قريبه ولا الشخص الآخر الذي ممكن أن يقدمه. يعني الصلاحية أعطيت للسيد الدكتور عادل عبد المهدي بأنه يختار من هو مقتنع به. اليوم الكتلة سين قدمت 5 شخصيات، ورأى السيد رئيس الوزراء المكلف أنه ولا شخصية من هذه الشخصيات تصلح أن تكون في الكابينة الوزارية، من حقه أن يرفضهم 5، وعليهم أن يقدمون آخرين، لأنهم من حقهم أن يقدمون، لأنهم قوة سياسية موجودة على الأرض وعدها جماهير وعدها نواب بالبرلمان. لكن الاختيار الدقيق والاختيار الصحيح هو من مهمة الدكتور عادل عبد المهدي، وقد أعطي هذه الصلاحية من كتل سياسية كبيرة ولها ثقل بالبرلمان. اليوم من سائرون والفتح أو جزء كبير من الفتح وكتل أخرى انطت هذه الصلاحية، واليوم حتى احنا في القرار العراقي نقول له نعم احنا عندنا كفاءات نريدها أن تكون جزء بالكابينة الوزارية، لكن احنا الكفاءات نعطيك أسماء وأنت تختار من تعتقد، لأنه الحكومة حكومتك أنت راح ترأسها. وهذا الفريق إذا ما يكون فريق منسجم متفاهم قادر على أن يعمل بروح الفريق الواحد ما راح ينجح. إذا من هذه الأسماء اختار فريقك الوزاري لكي تنجح في حكومتك،
واحنا نريد ندعمك ونريد نسندك ونريد ننجحك، لكن كون دقيق باختيارك ولا تجامل. بس هذا المفروض حتى لو كانت كتله عندها نواب بالبرلمان ما مشرط انه الا ان تاخذ من 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 عندها مرشحين، لانه اليوم ماكو كتله كبرى وكتله يعني كتله تشكل حكومه وكتله معارضه. اليوم البرلمان كله، لانه تعرف بانه وكما ذكرت في مقدمتك بانه اليوم المرشح لرئاسه الوزراء هو مرشح تسويه صار، يعني ليس هو مرشح الكتله الاكبر، يعني كل القوى السياسيه في البرلمان اشتركت في مرشح التسويه. اذا هنالك قاعده عريضه من البرلمانيين ممكن ان يمررون رئيس الوزراء حتى لو ابعدت كتل سياسيه بعينها ولم يؤخذ منها مرشحين. هذه حتى تنطي مجال لرئيس الوزراء ان يكون دقيق وصحيح في اختياره. ما هو الان يعني نتابع من انه بعض النواب بداوا ينسحبون من كتلهم ويعلنون انهم مستقلين طمعا من انه يتم اختيارهم في الكابينه الوزاريه. الفكره ليس ان تكون جميله وجيده، ولكن الفكره بالتطبيق الذي نقوله لا يطبق. خالد، القضيه ليست قضيه انه مستقل، انت مستقل تجيبه من برا وليس له رؤيه او درايه بالوضع السياسي، شنو يقدر يسوي؟ لا تعني الاستقلاليه انه لا ينتمي الى حزب معين او لا ينتمي الى قوى سياسيه. المهم ان عندما يكون في هذه الوزاره يكون اداء مستقل، ان لا يكون اداء لحزب او كتلته، هو سيكون وزيرا للدوله العراقيه، ويجب ان يكون اداء وعمل لكل العراقيين وليس للحزب الذي ينتمي اليه ولا للكتله الذي ينتمي. هذا معنى الاستقلال، وهذا موجود هكذا شخصيات موجودة في كثير من القوى السياسية، والقوى السياسية قادرة على أن تقدم هكذا شخصيات. أنه خلاص اليوم أنت من تقدم ترى أنت مو وزير للحزب الفلاني وصارت الوزارة مالتك إقطاعية فقط لهذا الحزب. هذا اللي الخطاء اللي وقعنا بيها بالمرحلة الماضية، وكل الأحزاب وكل اللي الشخصيات من الوزارات اللي نهجت هكذا نهج بالمرحلة الماضية يجب أن لا يعاد استيزارها مرة أخرى، لأنه أخطأوا في ذلك. يجب أن يكون الوزير وزيرا لكل الدولة العراقية ولكل العراقيين، وأن تكون هذه الوزارة تعمل لكل العراقيين، لكل العراق بكل محافظاته. هذا هو الاختيار الدقيق الذي نتكلم عنه، واختيار الصحيح من الشخصيات اللي مستقلة أو من السياسية اللي تقدم نفسها وتريد تعمل على أنه مستقل. هذا هو المعنى. طيب احنا دكتور أحمد، احنا بالنسبة لنا فيما يخص المحاصصة، رئيس مجلس النواب اختير من السنة ونائبيه من كل من طائفة او قومية، رئيس الجمهورية اختير من قومية معينة، رئيس الوزراء اختير من طائفة معينة، ما اختلف شيء. تجي يم الوزراء يختلف، هناك من يقول انه لن يختلف كما لم يختلف من قبل في الرئاسات لن يختلف في غيرها. سيد العزيز، يعني اختيار الوزارات والرئاسات هذا عرف سياسي، وعملية تمثيل المكونات في الكابينة الوزارية هذا أمر دستوري، يجب أن تمثل كل المكونات في الكابينة الوزارية، لأنه الكفاءات والشخصيات النزيهة والمهنية موجودة في كل المكونات، فلا يجوز أن تنحصر الكابينة الوزارية على مكون بعينه لأنه عنده أغلبية، لأنه اليوم هو ماسك بالسلطة، لأنه هو المتنفذ، هذا طبعا ما يجوز. تمثيل المكونات في الكابينة الوزارية في الحكومة القادمة هذا أمر دستوري يجب الالتزام به، وهذا ليس من باب المحاصصة. بالمناسبة الكلام عن المحاصصة لا يعني هذا الشيء، تمثيل كل المكونات أمر ضروري حتى نستطيع أن ننجح العملية السياسية، وهذا امر دستوري كما قلت لك. طيب ولا يعني هناك من يسال يعني راح يتم تمثيل القوميات والكتل، ما هو اللي دمر انه يقول لك هذا سني، هذا انا ما اريد يستجوب لانه هذا استهداف للمكون، او شيعي ايضا ما اريد يستجوب، الكرد سيقفون موقف المدافع عن وزرائهم، وبالنتيجه نصل الى نفس التخندقات مهما غيرنا من الاشخاص ولكن النهج لم يتغير. سيد العزيز، المحاصصة اللي يتكلمون عنها هي المحاصصة السياسية الحزبية، أنه يجب أن الوزير لا يعتبر أنه هذه الوزارة هي حكر لحزبه
وحكر لكتلته، وهذا هو الشيء الذي لا نقبل به ولا نريد أن يتكرر المرحلة القادمة. أما أن تمثيل المكونات في الحكومة فهذا أمر ضروري جدا، بل لا يمكن أن تشكل حكومة بدون أن تمثل المكونات الأخرى. واليوم ما عاد أكو كتلة بالبرلمان، أكو كتلة سنية وأكو كتلة شيعية. أنت تعلم اليوم بالبرلمان أكو كتلتين، كتلة الإصلاح والإعمار وفيها سنة وشيعة، وكتلة البناء وفيها سنة وشيعة. وأنا أعتقد أنه هذه المرحلة هذه شيء إيجابي، أنه خلاص خرجنا خطوة من التخندق الطائفي السياسي في البرلمان العراقي. واليوم نجد بأنه يعني أنا أعتبر أنه السياسي النظيف الوطني الغير متورط بملفات فساد ولا متورط بالدم العراقي هو أقرب إلي، وإن كان من المكون الآخر، أقرب إلي من السياسي المتورط بملفات فساد أو المتورط بملفات إرهاب أو عليه شبهات، وإن كان من مكوني. هذا هو الحساب الدقيق إذا نريد أن نصلح للمرحلة القادمة. علينا أن نتصرف على هذا المنهج وأن نتفق مع شركائنا. اليوم إحنا في الإصلاح ككتلة بينا من السنة ومن الشيعة نتفق على برنامج، وهذا البرنامج يجب أن يتضمنه البرنامج الحكومي للحكومة القادمة، لكي نستطيع أن نحقق لجماهيرنا ولمحافظاتنا. طيب، على ذكر جمهوركم ومحافظاتكم، أنتم في القرار، أنتم في القرار العراقي، أين تتجهون؟ ما هي مطالبكم في الحكومة القادمة؟ ما هي الشروط؟ هل تطالبون بوزارات أم تطالبون باستحداث نظام معين؟ شوف أخي خالد، احنا في تحالف القرار وكجزء من تحالف الإصلاح والإعمار يعني الآن جاء نعمل على أن يتضمن البرنامج الحكومي متطلبات وما تحتاجه المحافظات اللي احنا يعني بأن بها تمثيل. ونكون واقعيين، اليوم أكثر من بغداد والمحافظات الغربية وأكثر نوابنا من هذه المحافظات. ما هي حاجة هذه المحافظات؟ وأنت تعرف أن هذه المحافظات هي خرجت من عملية احتلال، يعني حررت قبل فترة قصيرة، لا زال هنالك مهجرين بأعداد كبيرة، لا زال هنالك دمار، لا زال هنالك انعدام وليس نقص بالخدمات. كل هذه الأمور يجب أن تتعهد الحكومة القادمة بتنفيذها لهذه المحافظات، من إعادة إعمار، من إعادة المهجرين، إعادة البنى التحتية، إيجاد فرص عمل لأبناء هذه المحافظات أسوة بالمحافظات الأخرى. كل العراق اليوم مطلوب لأن خدمات ومطلوب لشغل، وكل العراق متضرر، ولكن يجب أن يكون العمل لكل محافظات العراق. وبما أنه العراق دوائر متعددة، فاليوم نواب محافظة الأنبار يتكلم، أنه اللي انتخبهم هم أبناء محافظة الأنبار، يتكلمون عن متطلبات محافظتهم، وكذلك ابن البصرة وكذلك ابن الناصرية، لأنه يمثل هذا الجمهور اللي انتخبه. ولكن بالنهاية البرنامج الحكومي سيمثل كل العراق، ويجب أن يتضمن حل لمشاكل كل العراقيين بكل محافظاتهم. فنحن حريصين على أن نتضمن ونتبنى البرنامج الحكومي مطالب هذه المحافظات. هذا كلام شوية عام أكثر من يعني إحنا نريد تخصيص. يعني دائما يعني تذكر وياي اتفاقية أربيل، وفي كل تشكيلة حكومة يكون هناك اتفاقية وهناك برنامج حكومي، لا تطبق الاتفاقية ولا يطبق البرنامج الحكومي. أريد أعرف بشكل دقيق الضمانات التي أخذتموها في هذه المرحلة. قبل ما أقول لك الضمانات، أو أكو ضمانات أو ماكو ضمانات، عندما اتفقنا على اتفاقية أربيل بال 2010 وما تنفذت اتفاقية أربيل، صار بالبلد؟ انصلح وضع البلد؟ بدأنا ننحدر نحو الأسوأ. وعندما اتفقنا في 2014 على وثيقة الاتفاق السياسي، وعندما ما تنفذت أيضا جزء كبير منها، تنفذ بعض منها وتنفذ جزء كبير منها ما تنفذ، شنو اللي صار؟ أيضا بدأنا ننحدر إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع المأساوي اللي مر به البلد اليوم. يعني هذا شنو معنى؟ هذا تحدي حتى للشركاء اليوم، مو بس إنه، هذا حتى تحدي للشركاء، أنه ترى إذا ما التزمتم البلد قد ينهار، وحتى وحدة البلد مهددة، اللحمة الوطنية في هذا البلد مهددة، العملية السياسية ومستقبل العملية السياسية مهدد.
فما أمام الجميع اليوم، كل الشركاء، احنا بقية القوى السياسية، ما أمامنا إلا أن نلتزم، لأنه عدم الالتزام معناه انحدار نحو الأسوأ. وإذا أخي إذا احنا نفكر بانحدار نحو الأسوأ، إذا رايحين نحو الهاوية، ومن الذي سيقع بالهاوية؟ احنا وأهلنا وناسنا وجماهيرنا. إذا ما أمامنا، الضمان هو الخوف من الانحدار بالهاوية. وشركائنا إذا ما التزموا ويانا، ترى احنا ماضين وياكم، لو تلتزمون ونصعد جميعا وننجو جميعا، أو إذا ما صار التزام وصار مثل ما صار بال 2010 و2014، معناه احنا ماضين نحو انهيار العملية السياسية. ما هو بالنتيجة دكتور أحمد، هو سيعطيك الذي يريد أن يعطيك إياه، سيعطيك الذي يريد أن يعطيك إياه، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء. اللي قبل سواها وشوف النتائج شنو صارت اليوم. هذه البصرة منتفضة وشوف وضعها، وهذه محافظات العراق كلها وضع مأساوي ومزري، معناه هذه السياسة فشلت ولم تنجح. إذا اليوم يتكلم عن نجاح العملية السياسية ونجاح وإصلاح المرحلة القادمة، عليه أن ينفذ بدون أن يكون هنالك ضامن شايل سيف ويقول له بالقوة لازم تنفذ. أخي، السيف اليوم هو مستقبلنا ومستقبل بلدنا ومستقبل العملية السياسية، لأنه اللي راح يغرق كليتنا، أنا أغرق وهو يغرق، ماكو واحد من عندنا راح ينجو. هذا هو الضمان الوحيد. إذا أردنا أن ننقذ هذا البلد، فعلى الجميع أن يلتزموا بما يتفقوا إليه، وإلا إذا ما صار التزام، أنا أقول لك من هنا إلى سنة إذا ما نجحت لا سمح الله هذه الحكومة، ليس أمام العراق إلا منفذ واحد وهو حكومة الإنقاذ، خلاص. طيب إذا كان هناك دكتور أحمد، يوقف العمل بالدستور، إذا كان هناك اتفاق بقوة، إذا كان هناك اتفاق على السيد عادل عبد المهدي وهي المعضلة الأكبر، طيب ليش ما تعلنون يعني حكومة إنقاذ برئاسة السيد عادل عبد المهدي؟ ترى خلينا نحكي صراحة أستاذ خالد، اليوم السيد عادل عبد المهدي هو أشبه بحكومة إنقاذ متفق عليها، ولا هو السيد عادل عبد المهدي ليس مرشح الكتلة الأكبر، وليس مرشح لكتلة معينة، هو الرجل لا مرشح ولا أصلا دخل بالعملية الانتخابية ولا يمثل أي كتلة من الكتل الموجودة، وإنما اتفقت عليه الكتل السياسية لكي يكون مرشح تسوية أشبه بمرشح إنقاذ. هي حقيقة عملية حكومة إنقاذ يعني متفق عليها من قبل الكتل السياسية. هسه هذه المرة إذا نجحت بها خير، وإن شاء الله ماضين، وندعو من الله أنه تنجح، لكن إذا ما نجحت فما أمامنا إلا حكومة الإنقاذ ذيك اللي تعور تخوف، وتعرفوها يعني حكومة إنقاذ تأتي بالقوة، وهذه مصيبة، يعني معناها أن ندخل في يعني أمر صعب جدا للبلد. يعني نبدأ من سنة 2003 تتفق على إنجاحها، نبدأ من 2003. نعم صحيح، نعم. طيب ما هو هناك رأي يقول لك انتم ما تطور، يعني احنا ب 2003 الى 2018 احنا دا نمشي نحو الأسوأ. ما نرجع لنقطة الانطلاق، هناك من يرى انه احنا محتاجين لبناء دولة قبل ان نبني حكومة. الدولة هي التي تنتج الحكومة الحقيقية، وليست الحكومة التي تنتج الدولة. كيف تبني هذه الدولة غير تبني مؤسسات هذه الدولة؟ الدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات، هذه المؤسسات جزء الكبير والمهم من عندها هي الحكومة، الوزارات هي الجزء الكبير والمهم من هذه الدولة اللي هي عبارة عن مجموعة مؤسسات. عندما أتكلم عن أهمية بناء الحكومة القادمة، أنا أتكلم عن الجزء المهم والجزء الأكبر من الدولة العراقية، لأن السلطة التنفيذية اليوم بيدها القرار وبيدها عملية التغيير الحقيقية. فعندما أبني السلطة التنفيذية والحكومة بناء صحيح، هسه أنا ما أقول لك 100% راح يكون صحيح، لكن على الأقل خلي يكون أفضل من المراحل القادمة. يعني بما أنه أنا اليوم في حالة انحدار، خليني أوقف الانحدار ولو لفترة ثم أبدأ بالصعود، هذا أنا أقبل به الآن، أفضل من أن انهار كل شيء، لأن انهار كل شيء معناه أن نذهب إلى المجهول، وهذا أمر خطير جدا. فنصيحتي لكل القوى السياسية ولكل إخواني بالعملية السياسية، أنه يا إخوان خلي نوقف ونعيد حساباتنا، واللي صار ترى بالمراحل الماضية ما وصلنا إلى حل، ولا لحد يدعي أنه كنا نجاحات صارت كذب، كلها كانت
فشل في فشل وعدم تنفيذ وعود لكن الخسران ترى كلنا خسرانين. اليوم ابن البصرة شفتوا اللي صاير بالبصرة هسه أنا بالله ابن كان يقول ابن الأنبار وكان يتكلم ابن صلاح الدين وابن الموصل بعد يقول لا هذا يجوز حكي طائفي هذا يجوز لأنه سني يتكلم هيجي لكن اليوم روح شوف ابن البصرة إيش حاله شوف ابن السماوة ابن الناصرية ابن يعني معناه كل العراقيين ترى متضررين مو كل مو منطقة واحدة فالقضية الآن قضية كل العراق. إذا الشغل اللي كان خطأ مو المفروض أن نقول لنفسنا ولشركائنا ولإخواننا نقول أواش اصبروا خلينا نعيد حساباتنا ترى طيب احنا خلينا نحكي بالممكن نعيد حساباتنا بطريقه صحيحه خلينا نحكي بالممكن دكتور هل تعتقد انه السيد عادل عبد المهدي يستطيع ان يقف امام يعني رؤساء الكتل ويقول لهم لا والله هذا الشغل كله كان خطا وخلينا نبدي صح ما اللي 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 شاف البلد البلد ما عنده مي يشرب مي بالبصره مي يشرب وما رفت عينه ولا اهتم هسه يهتم هسه هذا المفروض انا اريد اروح الى التوجه الصحيح خليني اتوجه صحيح خلي تكون عندي نوايا صحيحه واتكلم عن قوى سياسيه واشتغل على الموضوع ما اليوم اغلب القوى السياسيه تقول انا داعمه للسيد عادل عبد المهدي خلي نشوف مصداقيه هذه القوى اللي داعمه وخلي تقدم لنا شخصيات تختلف يعني مع احترامي للشخصيات النظيفة اللي كانت بالمرحلة الماضية أنا يجب أن أكون منصف ليس كل الشخصيات هي شخصيات فاسدة بها ناس وطنيين وبها ناس نظيفين لكن مع الأسف صارت المشكلة دكتور أحمد المشكلة الآن الفساد وصل إلى فساد مجتمعي مو فقط نعم أنا أقول لك أنه كانت الأغلبية ولذلك الأغلبية عمت لكن خلي أقول بأنه اليوم إحنا الكل يتكلم عن حل يا أخوان الحل هذا الطريق تسلكون راح نجي اخر الطريق نلقى حل اذا ما تسلكون ترى احنا ماضين نحو هاويه لا سامح الله فاليوم امامنا هذا الطريق اللي نسلكه هذا كلامي وندائي لكل القوى السياسيه لكل اخواني بالقوى السياسيه انه امامنا فرصه هي فرصه الدكتور عادل عبد المهدي خلي نختار له او ننطي مجال ان يختار اختيار صحيح ويجيب وزراء يعني على بالحد الأدنى من النظافة والمهنية والكفاءة والنزاهة ويستطيعون أنه عاد على الأقل يوقفون التدهور قلت لك خلي نوقف التدهور حتى نقدر نصعد ما أنا ذكرت لك اختيار صحيح ونشتغل هسه تقول لي هذا ما ممكن أقول لك أنا متفائل قد يحدث إذا الكتل السياسية الكبيرة دعمته لا بس اللي صارف له 15 مليون و20 مليون دولار ومتامل ياخذ وزاره حتى يرجع الفلوس تقول له انه والله انا اريد اخدم الوطن ما انا ذكرت لك بدايه البرنامج انه السيد النائب احمد الجبوري قلت 90% من اللي التقيتهم هم يريدون مناصب خالد ترى مصيبتنا بهاي المشاريع اللي صرفت ملايين قل لي انا اللي يحط ملايين بالانتخابات ويشتري مقاعد ويشتري اصوات هذا جاي شو يريد يسوي يريد يخدم؟ لا هذا يريد يطلع الملايين مالته من مشاريع البلد ومن قوت المواطن ومن خدمات المواطن، هذول اللي يجب ان يبعدون اخوان ارجوكم وعلى القوى السياسيه وعلى السيد رئيس الوزراء المكلف هذول اللي استخدموا المال السياسي الفاسد لشراء الاصوات وذمم المواطنين مع الاسف واشتروا المقاعد والان بداوا يشترون حتى ذمم النواب مع الاسف اقولها وانا متاسف ان اقول هذا الشيء هذول ترى ما جايين يبنون بلد ولا جايين يصلحون عمليه سياسيه هذا جاي حتى يملي جيبه لانه صرف مبلغ يريد يعيده بقده ثلاث اربع مرات هذول اللي يجب ان يشخصون انا ما اريد اجيب اسماء حتى لا تحسب علي لكن انا على قناعه انه معروفين عند الجميع معروفين عند كل حتى المواطن البسيط اليوم صار يعرفهم فكيف بالسياسي اللي صار لفترة طويلة فكيف بالمشاريع السياسية الكبيرة كالسائرون والفتح والدكتور عادل عبد المهدي والشخصيات القيادية الكبيرة ترى اليوم صار واضح الأمر للجميع إذا أردنا أن ننجو بسفينة العراق فعلينا أن نأخذ على يد من يثقب بالسفينة ومن هو اللي يثقب بالسفينة هذا اللي جاي يتعامل بالفلوس يشتري ذمم نواب ويشتري ذمم مواطن ويشتري مقاعد ويشتري أصوات حتى يجي يصير تاجر بالمال العراقي طيب هل تم الاتفاق على عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة؟
ضمن الاتفاقات يعني حكيتوا بيها؟ هذه من أولويات برنامجنا كأولا كقرار، يعني خلينا نجي على الجزء اللي الأصغر بالنسبة لنا، وفي الإصلاح وفي البرنامج الحكومي المرحلة القادمة من أولويات برنامجنا هو إعادة إعمار هذه المناطق التي دمرت ابتداء من البنى التحتية إلى المدن المدمرة، إلى إعادة المواطن إلى 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 مناطق، وإعادة فرص العمل وإعادة الحياة الكريمة إلى هذا المواطن. هذه أولوية بالنسبة لنا للمرحلة القادمة. طيب، هل بالإمكان أن القرار يعود ويلتئم، أم يعني ما حدث من عمليات تفكك داخل تحالف القرار هو بشكل نهائي؟ أنا أعتقد بأنه خلاص يعني القرار بشكل الآن الموجود في الإصلاح هو هذا، سيسري يعني سيمضي بهذه الطريقة، والإخوان اللي اتخذوا يعني اتجاه آخر هم ماضين باتجاههم الآخر، كل يتبع يعني التوجه والرؤى والقريب من عنده بالتوجه والرؤى. اليوم احنا وجدنا اخواننا بالاصلاح والاعمار هم الاقرب لنا بالتوجه وبالرؤى وبالبرنامج السياسي، فاتفقنا معهم. الاخوان الاخرين وجدوا بالمشروع الاخر هو الاقرب لهم، ذهبوا معهم. انا لا اريد ان اعيب على احد، ولكن هذه خياراتهم اختاروها لانفسهم. طيب، هناك ملفات لها علاقه بالمناطق المنكوبه، المناطق التي تم تدميرها من قبل تنظيم داعش، موضوع الشباب الذين تم اعتقالهم والذين يعني ربما كانوا منتمين ولكنهم لم يقوموا، أو أنه كانوا ضمن المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل داعش، هل هناك ربما إمكانية النظر بقضاياهم وإعادة تأهيلهم؟ هو أكيد يعني اليوم من قلت لك أني لا معملية تأهيل، إذا هو حاكم مؤبد يعني أي تأهيل هذا؟ لا، هذا الموضوع مال الحكم هذا يختلف، هذا يم القضاء، ولكن أنا أتكلم عن المرحلة القادمة عندما يأتي رئيس وزراء وتأتي حكومة، ممكن أن نستطيع أن نتفاهم معها في هذه الأمور. ترى ممكن أن تحل هذه الأمور في التعامل مع أبناء هذه المناطق، في الـ يعني الـ المخبر السري والدعاوى الكيدية والأسماء المتشابهة أو تشابه الأسماء، ممكن أن تحل الكثير من هذه القضايا. وعدنا اليوم المغيبين، الآلاف عدنا من المغيبين، نريد من الحكومة أن تعطينا مصير هؤلاء. سواء كان دكتور أحمد ما هو أيضا يقول لك بجرف الصخر، يقول لك دكتور أحمد يقول لك أبو المناطق السنية، يقول لك أنا انتميت التنظيم داعش من ضيم الحكومة وهي اللي كانت حاكمة، يعني انفرض علي أمر واقع لمدة 3 سنوات دولة ووزراء، فاضطريت، المواطن ضعيف بالنتيجة يخضع، هذه وحدة. ثانيا يعني يقول لك اني الجانب الشيعي ينتمي للميليشيات، ينطونا هوية وينطونا سيارة وينطونا راتب، اني انتمي لداعش مضطرا، اتهم بالارهاب وانحكم مؤبد. ما هو يا اما الكل تتحمل ما مر به العراق ونعود الى مصالحة وطنية واعادة تأهيل، اللي مشترك بدم العراقيين هذا يحاسب، بس اللي ما يعني عملية فقط انتماء هذا بالنسبة له يجب النظر فيه. يعني هذا اللي احنا نتكلم منه صار لنا سنين بهذا الموضوع، يجب ان يحصر السلاح بيد الدولة، ويجب ان لا يكون هنالك لا ميليشيات ولا تنظيمات ارهابية متطرفة، ويجب ان تحارب كل هذه المسميات. اليوم اذا ما نجحنا في ان نحصر السلاح بيد الدولة ومؤسسات الدولة فلن يكون هنالك حل حقيقي. أخي العزيز، اليوم عندما نتكلم عن أنه نوقف التدهور اللي صار، ما هو أحد أسباب التدهور وهذا الحكي اللي أنت حكيته الآن، نريد نصلح، نريد نوقف هذا التدهور، يجب أن يعالج هذا الأمر. أنه اليوم المواطن العراقي يجب أن يكون محمي من الدولة، الدولة هي التحميه. اليوم المواطن أنا ما أنطي مبرر أنه يلجأ إلى أي تنظيم آخر، لأنه أكو دولة، ودولة عادلة ومنصفة وتحميه وتنطي حقوقه. عندما تتوفر الدولة العادلة المنصفة للتعامل مع المواطن هكذا، المواطن سوف لن يلجأ إلى أي تنظيم آخر. وهذا اللي نريده، أنه أن نحصن شبابنا أنه لا يلجأ إلى هذه التنظيمات المتطرفة ولا يكون فريسة لهذه التنظيمات، لأنه محتاج هذا المواطن. عندما تبني الدولة بناء صحيح ومؤسسات دولة وتمنع الميليشيات وتمنع التنظيمات المسلحة وتمنع العصابات من وتبقى السطوة فقط
لمؤسسات الدولة والسلاح يكون فقط بيد مؤسسات الدولة، عند ذلك ستحل كل هذه المشاكل. يعني تروح على السبب وعالجه، صدقني كل هذه الظواهر ستنتهي. يعني أمس كانت يعني مجموعة من العصائب ومن تنظيم سيد الشهداء دخلوا بالموصل على مركز شرطة لسوات، وتم اعتقال 4 أشخاص، وتم إطلاق عير نارية باتجاه المركز، وتم الضرب والشتم للبقية. هذا مو إرهاب؟ هذا كلها تصرفات غير صحيحة، ويجب على الدولة أن تأخذ على أيديهم وتمنعهم، ولا تسمح لهم بهكذا إجراءات، بل يجب أن يعاقب من يخرج عن القانون ومن يخرج عن تعليمات المؤسسة الأمنية الرسمية. هذا اللي نتكلم عنه، هو هذا الإصلاح اللي نريده للمرحلة القادمة. على أي أساس، على أي فصيل أو على أي جهة مسلحة تنتمي لأي جهة كانت، مع احترامي لكل المسميات، لا يحق لأحد أن يعتقل أو أن يضرب أو أن يغتصب حق أحد إلا وفق القانون وبأمر قضائي، وكل ما تجاوز ذلك هو تجاوز على حق المواطن، وهذا هو يعني وظيفة الدولة ومهمة الدولة في الضرب على أيدي هؤلاء. نحن نريد مؤسسات دولة. إحنا شنو معناها بنتكلم نقول دولة مؤسسات؟ دولة مؤسسات يعني ماكو ميليشيات، ماكو فصائل مسلحة، ماكو عصابات، أكو جهاز أمني قوي ورصين ومتمكن ويضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون. عند ذاك ستبنى الدولة بناء صحيحا. وإذا كانت الدولة متهاونة مع هؤلاء كما كان يحصل سابقا، شوفوا شلون تنفذت وتغولت هذه المجاميع الخارجة عن القانون وهذه العصابات، وشوفوا صار في مجتمعنا. هل هناك جدية؟ نتكلم عن علاج المرحلة القادمة. هل هناك جدية لمستموها من الجانب الأمريكي من أنه فعلا بعد تشكيل الحكومة يريد أن يبني العراق؟ أو أنه يساعد على بناء العراق؟ هم العراقيين، ما يخالف، الجانب الأمريكي هو جانب صديق، ونطلب منه الدعم السياسي، نطلب منه الدعم المالي للعراق من خلال المؤتمرات المانحة، لكن الطرف الوحيد القادر على بناء العراق وعلى إنجاح العملية السياسية بالعراق هم العراقيين نفسهم. إذا تفاهموا العراقيين واستطاعوا أن يعزلون المسيئين والفاسدين والمخربين، واستطاع النظيفين والجيدين أن يمسكوا بزمام الأمر، أنا أقول لك سيبنى العراق بالمرحلة القادمة. أما إذا هؤلاء المفسدين والمزورين والخارجين على القانون هم اللي سيطروا، لا والله لا تأمل من بناء دولة اسمها عراق المرحلة القادمة. التوازن ما بين يعني هناك مشاكل كبيرة جدا بين الإدارة الأمريكية والنظام الموجود في إيران، والعراق يقف يعني في وسط هذه المحنة. هل يعني تم الاتفاق على آلية للنأي بالساحة العراقية عن الصراع؟ هذه هي السياسة التي نريدها للحكومة القادمة أن تنتهجها، أنه أن لا يكون العراق جزء من أي محور دولي. العراق لديه ما يكفيه من المشاكل الداخلية، ولديه الكثير من المهام التي يقوم بها العراقيون لإعادة بناء بلدهم. يجب أن لا نكون جزء من أي محور، لا أن نكون جزء من المحور الإيراني ولا أن نكون جزء من المحور الأمريكي، ويجب أن تكون لنا علاقات طيبة وعلاقات صداقة وعلاقات تبادل مصالح مع هذا الطرف ومع ذاك الطرف، حتى نستطيع أن نحافظ على بلدنا وأن نمنع التدخل الخارجي في بلدنا. لكن اليوم إذا أنا حاط إيدي ويا هذا الطرف، طبعا أنا إذا أقول للطرف الآخر أنه تعال حط إيدك، ليقول لك ليش هذا حلال عليه وأنا حرام عليه؟ خلنا حصن نفسي وحصن الداخل مالي من أي تدخل أيا كان طرفه، شرقي أو غربي، شمالي أو جنوبي، عند ذاك سيتعافى العراق. أما أن يفتح ولكن يعني الكل ينتظر دكتور أحمد، فتح النوافذ للأطراف الأخرى، الكل ينتظر متى يتم إعمار العراق، متى. يعني هناك من يرى من أنه كل ما يجري هي عبارة عن مكائد مدبرة للعراق، الدفع بالفاسدين، تقديم من هم ليسوا أهلا للكفاءة، تقاطع ما بين الوزارات، تقاطع ما بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية، القضاء مجمد نوعا ما، كأنه شيء مفتعل. هل هناك نهاية لهذه الأشياء المفتعلة؟ سألت سؤال مهم. الكل يسأل متى يبنى العراق، تعرف الجواب على هذا السؤال؟ الجواب هو عندما يمسك زمام الأمر بالعراق النزيهين،
ويبعد الفاسدين. مشكلتنا اليوم، آفتنا بالعراق اليوم هو الفساد. إذا احنا استطعنا أن نبعد الفاسدين واستطعنا أن نعتمد على الناس الكفؤين النزيهين، الأيادي النظيفة اللي عندها وطنية، أستقول لي شلون احنا نجيبهم؟ أقول لك ترى موجودين وبالعراق كثير من عندهم، لكن علينا فقط أن نحسن الاختيار. اليوم هذه الفرصة اللي أنا أقولها، إذا استطعنا أن نأتي بهذه الكفاءات وبهذه الأدوات في بناء المؤسسات الدولة المرحلة القادمة سيبنى العراق. أما إذا بقينا نعتمد على نفس الأدوات السابقة اللي هي أدوات ملوثة، صدقني لن يبنى العراق. وأنا أشي أمثلها بأنه أنت مثل ما عندك عملية جراحية، سيجوز لأنه أنا طبيب جراح أتكلم بهذا النهج، بهذا أضرب هيك مثل. عملية إذا تيجي تشتغلها وأدواتك ملوثة ما راح تنجح العملية ومريضك يموت، لكن عندما تكون أدواتك نظيفة عمليتك راح تنجح ومريضك راح يتعافى. العراق اليوم يحتاج إلى عملية جراحية بأدوات نظيفة، صدقني إذا اخترنا الأدوات النظيفة والخطوات الصحيحة سيتعافى العراق ويقف على رجليه. طيب يعني في حال يعني هل تم الترتيب يعني لعملية نهضة هذا العراق؟ هل يتم هناك استعداد؟ يعني عمليا أنا عندما أنظر للكتل السياسية بصراحة ومع احترامي للأغلب الكتل السياسية، هي نفسها في 2003، هي نفسها التي شكلت 2006. أكو تغييرات يعني أكو انشقاقات من أحزاب قديمة، لكن هي من 2006 أول حكومة، 2010، 2014، 2018، يعني هي متشابهة، جدا متشابهة. أخي خالد، القوى السياسية الموجودة اليوم بالساحة ترى هي إفراز لخيارات المواطن العراقي. هذه القوى السياسية جاءت بطريقة انتخاب. نعم الانتخابات مزورة، لكن الذي ساعد في عملية تزوير الانتخابات ترى هو هم المواطن العراقي. عدم مشاركته في الانتخابات وعزوفه عن الانتخابات فسحت المجال أمام المزورين في أن يزوروا العملية الانتخابية. إذ لو أن الشعب العراقي طالع بقوة إلى الانتخابات ومشارك بمشاركة واسعة وكان اختياره صحيح لرأيت هذا التغيير اللي تكلم عنه، ورأيت أنه كثير من الوجوه اليوم انزاحت وجاءت وجوه جديدة. وصلت. لأنه التغيير اليوم لا يجي بندقية ولا يجي باحتلال، إنما يأتي من خلال صندوق الاقتراع. هذه هي اللعبة السياسية وهذا هو المكتوب بالبلد اليوم. لا يمكن أن يحصل تغيير إلا من خلال انتخابات وصندوق اقتراع. من هو المؤثر الحقيقي في صندوق الاقتراع؟ المواطن العراقي. أشكرك. إذا المواطن العراقي استطاع أن ينجح باختياره، صدقني الأدوات راح كلها تكون جيدة ونظيفة. شكرا للدكتور أحمد مساري القيادي في تحالف القرار العراقي، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.